من الشاهدين يا راية يا راية آية في كربلاء نازلة محرم قد أتى لتعلني أولا وجددي حزنه بدءا من البسملة ورتلي ما جرى وما جنى حرملة كلمة سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي يتفضل بإلقائها نيابة جناب السيد أفضل الشامي معاون الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية مسبوقاً بالصلاة على محمد وآل محمد. العرش مع أظلة الخلائق وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر صلى الله عليك عدد ما في علم الله لبيك داعي الله تعالى وتحت عناية ورعاية مولانا صاحب العصر ومدرك الثأر الإمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تبدأ الآن مراسم تبديل الراية المقدسة على القبة الذهبية الشماء بالصلاة على محمد وآل محمد.
والعقل منها اندهش تقل لا تسولف لترى قلب الخمش قال زينب رح تموت من العطش سمعته والعقل من عدها يا شهر عاشور هيجت الحزن يا أبا عبد الله يا شهر عاشور هيجت الحزن أرضيك جسم حسين ظل بلا دفن حسين خلى الجمع يجرع على الوجه وانفجع عتب دشور بيك الشمس أبليك ضغط وبلا دفن فوق التراب يا شهر عاشور حرق أولى مطناب أبليك زين المصطفى دامي النحر يا شهر عباس خسف وهامته يا شهر عباس خسف وهامته وبيك ابو راب يا شهر عاشور حير قاول الاطناب إيه بيقدي
للمصطفى دام النحر يا شهر عباس خس فوهامته وبيك ابو فاضل انقط عتي امنيته وبيل ساهم صايب وشق وجربيته عال شيري عمين وقع جسمه ارفع ايديك عال شيري عمين وقع جسمه وذر يا شهر وغريبة وحسين يلا يلا وحسين الله الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه